أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاء فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم بالغني ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.